السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا متابعي القناة الكرام. اليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن موضوع مهم جدا، مهم جدا في الأندرويد ستوديو. إحنا طبعا هدفنا من نتعلم الأساسيات لغة الكوتلين هو الانتقال إلى الأندرويد ستوديو بالأخير، يعني ما هدفنا إنه إحنا نتعامل مع لغة الكوتلين كلغة، هدفنا إنه نتعامل معها كلغة لكن في بيئة الأندرويد ستوديو. فهذا الموضوع حاليا مهم جدا، يستخدم كثير بالأندرويد ستوديو، هو الأراي ليست. بالموضوع بالسابق تكلمنا عن الاراي وانواع الاراي، هنا الان الاراي ليست. ما هو الاراي ليست؟ طبعا الاراي ليست كمفهوم ما يفرق كل شيء عن الاراي. الاراي طبعا ذات البعد الواحد. احنا بالدرس السابق من عرفنا الاراي كيف عرفناها، مثلا عرفنا مثل هذا المتغير، مثلا سميناه مثلا نمبر، قلنا نوعه عفوا يساوي الاراي بهذه الطريقة. قلنا التعريف مالته نحط له مثلا انه هو نمبر، فاذا انتجر. طبعا هاي العلامات هي جينيريك، الجينيريك كلاس نتكلم عليها ان شاء الله بعدين من نبدي بالاوبجكت اورينتد بروجرامينج قريبا ان شاء الله نتكلم عليها. فالمهم انت حاليا نفهمها بهذه الطريقة اللي هي انتجر، وبعدين نعمل حجم معين سايز مثلا ثلاثة. ثلاثة ايش معناها؟ قلنا يعني من الصفر الى الاثنين، وايضا تعمل انيشال لها. فهي ما دام انتجر فاذا صفر الانيشال ماله مثلا، او اي شيء ممكن تخلي اي شيء واحد اثنين، مهم انتجر يعني. فعملنا له صفر مثلا او واحد، خليه اي شيء خليه ما مشكله. المهم بهذه الطريقه هي حاليا الاراي ليست. ايش تفرق؟ نفس الشيء نفس المفهوم يعني، هي ايضا اراي. هنا نمبر قلنا، نعمل مثلا هنا ايضا فار نسميه مثلا نمبر 2 اراي ليست. الراي ليست ايضا نفس الحالة، تضع النوع مالته اي نوع تريد مثلا انتجر. هنا فقط نضع الكونستراكتور وانتهى، ما يحتاج اي شيء. شوف من البداية عرفت الفرق اشنو فرقه هي عن الاراي. اول فرق بينات انه الاراي لا حجم معين تخلينه لازم من البداية، بس تترك هذا لازم تخلي حجم معين. يعني ما دام ثلاثة فإذا ما يصير تخلي قيم أكثر من الواحد من الصفر إلى الاثنين، يعني ثلاث قيم فقط. واضح؟ بالأراي ليست لا، أنت حر تخلي القيم اللي تريد أنت. هذه أولا نضع بالقيم مثلا بالأراي أول مرة. شوف نقول له نمبر هي مال الأراي دوت، قل له سيت بهذه الطريقة، ونضع الإندكس ماله صفر، يبدي من الصفر، نضع القيمة بعدين اثنين. يعني بالإندكس صفر هنضع قيمة اثنين. طب انا شرحته كله بالدرس السابق فلهذا ما قد اعيده انا. وهذه الطريقة ايضا نضع ثلاث قيم فقط، لعند ثلاثة فاذا صفر الاندكس واحد اثنين، من الصفر للاثنين نضع القيم اللي نريدها مثلا اثنين ثلاثة. اذا تقول نمبر الاندكس ماله صفر مثلا يساوي مثلا اثنين بهذه الطريقة. نفس الشيء سيت او هذه الطريقة شو اسمه الاراي ليست تختلف الطريقه. تقول له اد، فتقول له نمبر فون نمبر 2 يعني مال الاراي ليست دوت اد، تقول له وتضع الاليمنت مباشره بدون ما تحدد الاندكس. يعني مثلا اضع هنا خمسة مثلا، واضح؟ هنا ما عندي من الصفر الى اثنين، عندي اي قيمه ليه؟ ما عندي اندكس معين. شوف خلي اي شيء ممكن تخلي ماكو حجم معين بيه، خلي اي ارقام تريد بهذه الطريقة. واضح؟ هنا ايضا اكو عدة دوال ممكن تستخدمها مو موجودة بالاراي. لذلك انت خذ قاعدة، انت اذا احتجت شيء تحتاج الاراي وحدي باغلب الحالات يعني استخدم الاراي عفوا بعد واحد، يعني ليس 2 دايمنشن او 3 دايمنشن، بعد واحد فقط دايمنشن واحد، استخدم الاراي ليست افضل. ليش؟ الاراي ليست هي اصلا مجرد هي الاراي ليكس. الاراي ليست ما هي؟ هي داتا ستراكشر، هيكلية بيانات حالها الاراي. الاراي ايضا داتا ستراكشر، لكن الاراي ليست هي مطورة، يعني بيها عدة خوارزميات مطبقة عليها على الاراي ليست ما موجودة بالاراي. تريد تستخدم الوان دايمنشن اراي، الافضل انك تستخدم الاراي ليست. يعني هي بيها عدة مزايا، بيها عدة دوال. طبعا انا حسب ما اطلاع يعني انه الاراي بها ايضا كل الدوال الموجوده، كل الخوارزميات المطبقه على الاراي ليست، يعني الاد ريموف الى اخره، كلها موجوده ايضا بالاراي تقريبا، كلها موجوده يعني ماكو فرق بيناتهم من اي ناحيه قصدي يعني.
لكن اكو فرق بانه اهم شيء بالفرق انه هو هذه تخلي بيها القيم مش قد ما تريد انت، ما الا يعني تكون محدد برقم معين بسايز بحجم معين، واضح؟ هذا الفرق. طبعا اذا تريد تعرف الدوال اللي بيها مثلا الاراي ليست او الاراي بيها عشرات الخوارزميات المطبق عليها اللي هي على شكل دوال، مثلا شوفوا هنا نمبر 2 دوت مثلا ريموف، واضح؟ تحذف مثلا تحذف رقم صفر لإليمنت اللي نوع اللي هو صفر للعنصر، مثلا هوني ما عندنا صفر احنا، مثلا نحذف 6 بهذه الطريقة. شوف اكو مثلا نمبر 2 ايضا كلير، مثلا كلير اللي تحذفهم كله. اكو كثير عدة امور، اد كلون سايز ترجعك الحجم تعطيك القيمة، فكل شي بيها يعني. الجيت اللي هي مثلا تجلب قيمة معينة جيت، واضح؟ هاي تشبه اللي شرحناها بالراي، ما كثير اكو فرق. اذا تريد تعرف بقية الامور شوف تجي هنا على فقط اكتب الراي ليست، حيجيك الموقع مال كوتلن. شوف هنا شوف يشرحها كلها بيها، شوف يقول لك كل هاي الدوال اللي عندك تحتاجها، شوف هاي كلها موجودة. اي شيء تريد تعمله انت تتأكد من هنا، شوف يقول لك طريقة استخدامه شلون، واضح؟ هاي ما بس ينطبق على الراي ليست، ينطبق على اي شيء موجود بكوتلن. اكو ايضا شيء اخر كوتلن ايضا مهم جدا، كما قلنا هذه الاراي ليست تستخدم بكثرة بالاندرويد ستوديو، يعني قليل نستخدم الاراي، لان الاراي ليست كما قلنا هي افضل من الاراي، افضل هي نسخة كأنها تعتبر ممكن نسخة مطورة من الاراي، داتا ستراكتشر مطور عن الاراي. فايضا عندنا الهاش ماب، مثلا نقول var مثلا الهاش ماب، عادة مثلا اذا كنا الملفات مثلا نوع جيسون نستخدمها كثير باي الامور لما نتعامل مع الويب سيرفيس او مع الفاير بيس اللي تابع الدرس مال الفاير بيس، لما رجعنا البيانات اخذنا رجع البيانات منها حولناها على شكل هاش ماب اللي تابع. ليش؟ يعني الفاير بيس او حتى الويب سيرفيس خاصة الفاير بيس حاليا البيانات اللي شكل البيانات مالته هي شكل جيسون. جيسون ما هو شكل جيسون اللي يعرف، هو ايضا كي فاليو، يعني عندك مفتاح ومفتاح بينه قيمة معينة. فهذه وظيفة الهاش ماب، اذا احتجنا شيء كي فاليو مثل الالوان مثلا، شوف مثلا مثلا هذا اللي يعرف ايضا بالالوان، مثلا هذا اللون بهذه الطريقة، هذا الكي ايش يساوي؟ هذا يساوي بلاك، واضح؟ هذا اللون مثلا، طبعا كل لون بينه الهاش مال، شوف هذا مثلا 3F يساوي وايت، واضح؟ فايش معنى هذه؟ هذه كي والفاليو ماله هو بلاك اسود، هذا الكي المفتاح الفاليو ماله هو الوايت، واضح؟ ايضا ملفات الجيسون نفس الشيء، جيسون يكون بهاي الطريقة. فهنا عندك كي مثلا واحد بهذه الطريقة مثلا، أسامة الفاليو، وهكذا ملف جيسون. فاذا احتجنا شيء كثير نحتاجه نتعامل مع الشبكات مع الفاير بيس مع الويب سيرفيس الى اخره من الامور، نحتاج الهاش ماب، فايضا مهمه. مثلا عندنا مثلا لون فار مثلا كلر كلرز، فالكلرز قلنا هاش الكي فاليو كما مثل ما قلت قبل شويه، فتقول له هاش ماب. شوف الهاش ماب بهذه الطريقه بينه النوع اثنين، تخلي مثلا الاول واحد مثلا الكي، شوف كما قلنا احنا الالوان بهذه الطريقه، مثلا الابيض هذه الطريقه ينكتب الابيض او اربعه. ايش يساوي الفاليو ماله؟ هذا الكي الفاليو ماله شنو؟ الفاليو ماله هو وايت اللون، واضح؟ فشوف هنا هذا احتمال ما نعرف شنو، مثلا هذا ما تعرف سترينج الا فاليو، الا احتمال تغيره، احتمال تجي عده ارقام بيها، ممكن تخليها اني، واضح؟ اني يعني اي شيء تخلي بينه خلي ما مشكلة، تخلي فارزة. شوف هذا احنا نعرف انه سترينج، دائما الالوان سترينج الفاليو ماله، فاذا خلي سترينج، واضح؟ فهذه الطريقة مثل الهاش الاراي ليست. فاحنا اذا غدت نضيف الوان مثلا ايش تقول له؟ كلرز دوت نفس الشيء، تقول له الاد ايضا عفوا الدوت سيت هنا، فتقول له الكي ماله مال لونه شنو،
النوع ماله شنو؟ الفاليو ماله وايت. واضح؟ واضح؟ ممكن نعمل اثنين بسترينج لان ايضا تقبل سترينج والى اخره. شوف هنا مثلا نضع بعد مرتله قيم، مثلا اللون الاسود ايضا، الكي ماله هذه، الفاليو ماله بلاك. مثلا نضع اي لون اخر، مثلا ما اعرف طبعا هذه فقط يعني من عندي خليت رموز، اي شيء يسمينه مثلا، مثلا بلو. المهم فحاليا اذا نريد نرجع مثلا البلاك ايش نقول له؟ نقول له كت في الجيت نكتب الكي ماله، الكي ماله اللي هو شنو؟ اللي هو هذا، واضح؟ هذا الكي ماله. فناخذ الكي هنا حاليا اذا نقلنا له طباعه لهذا، راح يطبع لنا المفروض ذا بلاك. وهكذا اذا نريد نطبع البقية. طبعا ايضا ممكن تقول له ايضا شيء اخر، مثلا مثلا شوف اكو جيت اكو كيلز مثلا، يعني كل المفاتيح يجيب لك ماله. ممكن تعمل على شكل جملة فور او لوب مثلا، عفوا. ممكن الحجم ماله ايش قد بينه بيانات، ممكن فاليوس القيم ماله، ممكن كلير والى اخره، كيد فاليو بينه عدة دوال عدة خيارات ممكن تاخذها. طبعا هاي وين تلقيها؟ كما قلنا تبحث عنها ايضا هنا، فقط اكتب هاش ماب، هاش ماب اي شيء تحتاج الفانكشن بيها، شوف كل هذه موجوده بيها، ريموف جيت بات جيت كلير سايز انتر كيس فاليو، كله يعلمك شلون ايش يعني الفائده منها ايش. اتمنى يكون هذا واضح اليوم. طبعا هي ممكن كلها التعامل معها بجمله الفور الدو الى اخره من الجمل اللي عملناها احنا انا شرحته الارايز شرحتوها بشكل مفصل مع الفور وغيرها. نفس الشيء كله هذا ينطبق على البقيه، ينطبق على الهاش ماب، ينطبق على الاراي ليست الى اخره من الامور. اتمنى يكون هذا واضح، هذا طبعا مهم حتى ان شاء الله بالدروس القادمه ننتقل راسا الى الاوبجكت اورينتد بروجرامينج. ركز معي جيدا بالدروس القادمه، مهمه جدا جدا، يعني لغه الجافا لغه الكوتلين تعتمد عليها بشكل كبير. يعني بالنسبة لبيئة الاندرويد ستوديو هو يعتمد بشكل كامل على Object Oriented Programming. تفهم اي شيء يعني بالاندرويد ستوديو، بيئة الاندرويد ستوديو، لا راح تفهم واجهة ولا راح تفهم المكتب ولا راح تفهم اي مكتب ولا اي شيء اذا ما فهمت Object Oriented Programming. هذا مهم جدا، اتمنى تركز معي بالدروس القادمة راح نبدي بها ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.